يا جدعان خدوا بالكم من كلمة استوكات دي، عشان كلمة استوكات دي هم حطوها في حتة، حطوا كلمة استوكات في حتة دلوقتي خطيرة. كلمة استوك دي يعني الحاجات المنتشرة دلوقتي على النت اللي هي بتتباع ب 400 و 350 جنيه. كلمة استوك بقت كده، لا كلمة استوك يا جدعان يعني الموديلات الحديثة بقى يا جدعان، اللي هي موديلات السنة. انا تقريبا لسه عامل فيديو على اليوتيوب بتكلم فيه عن الحوار ده. دخلت توكيل نايك ووريت فردة اسمها جيرو، اللي هي النايك الناس بتبيعها على النت، بيبيعوها مثلا ب 400 و 350، وهي اصلا تمنها في التوكيل 4500 جنيه وحريمي، يعني فردة صغيرة. يعني لو فردة مقاسها 45 46 هتكون معدية، يعني هتكون مثلا ب 7 8000 جنيه. فانت ازاي بتبيعها بالسعر ده وتقول للناس ان انت بتبيع اصلي؟ ده شيء غريب جدا بصراحة. الناس اللي بتعمل كده يا جدعان اتقوا الله، عشان في صفحة على الفيسبوك على اليوتيوب، انا مش عارف ده، انا مش قادر اتكلم على شخص واحد بس، فعلا ده بيحذر الناس ويقول لهم خدوا بالكم المضروب بكذا ومش عارف ايه. يا نهار ابيض، هو والناس بتبيع كوبي زي بقى الناس اللي هي بتنزل الوكالة البنات صفحة مش عارف اللولو مين والنيني مين والناس اللي هي شبه كده دي، عشان يعملوا فيوز بيضطر يقولوا اي حاجة. شايفين اللي الكاوتشات عليها اقبال وكلام كده، فرايحين في الموضوع ده اللي هو يقول لك كلمة ستوكات. كلمة ستوكات بقت كلمة بقت لبانة في كل في 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 كل بق اي بني ادم بيتاجر في الاحزية. انا والله العظيم ما عنديش مشكلة خالص في اي حد بيشتغل في الكوبي خالص. انا زمان كنت بشتغل في الكوبي، قعدت 4 سنين بشتغل كوبي او 5 سنين كمان، ما عنديش اي مشكلة خالص ان اي حد يجيب كوبي ويشتغل فيه. في واحد صاحبي اتصل بيا النهارده لما انا عملت الفيديو ده بتاع النايك ده بتاع توكيل نايك، وزعل يقول لي انت بتقول علينا كده كده. فانا ده حبيبي واخويا وفوق دماغي، وفي ناس كتير انا ما اعرفهمش شغالين في نفس المجال برضو فوق دماغي، اللي هم بيبيعوا مثلا ستوكات وكوب، ستوكات كوبي. كلمه ستوك وكوبي ده برضو ليها معنى الناس مش فاهماه. اللي بيبيعوه، الناس اللي بيبيعوا ستوك كوبي ده متصنع في الصين، متصنع بالطلب مخصوص، وبيبقى منه مثلا كميات كبيرة جدا. التجار بتوع مصر بيروحوا يرفعهم كلهم مع بعض، بس متصنعين مش للتوكيل، درجة تانية، او اتعملوا وواخدين رفض لان هم مش من المواصفات الاصلية للجزمة الاصلية، فراحت من ال من ال من ال من سكة الاصلي، ما بقتش اصلي اصلا، هي اصلا مش اصلية بالفعل، هي تقليد من الاصلي. يعني مثلا في الفردة اللي ورايا دي، الفردة اللي ورايا دي موجودة اليومين دول على النت، موجودة، انا ممكن اشتريها، ممكن اشتريها، وفعلا هوريكم فعلا الفرق بين دي وبين دي، ما بين الاصلية وما بين وما بين اللي هي الكوبي. وانا مش طالع عشان اتكلم على حد معين ولا حاجة، بالعكس انا عاوز الناس تفهم علشان خاطر اللي بيشتري ما يضحكش عليه، والتاجر كمان اللي بيشتري. دلوقتي هي المشكله فين؟ المشكله في التاجر اللي بقى اللي كان بيشتري هو اصلا ما مش عارف، يعني هو التاجر اللي بيشتري ده تقريبا ما يعرفش ان ده كوبي، يعني تقريبا هو بقى عارف ان ده اصلي، فخلاص هي جت في مخه ان ده انا ببيع اصلي، انا ببيع سكات اصليه، فبدا يحلف للناس. فالناس بدات تقول اللي هم بيشتروا اللي هم القطاعي بيشتروا مثلا عشان يبيعوا اونلاين وكده، فبداوا يقولوا ان 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 احنا بنبيع اصلي ويحلفوا للناس. دي مشكله جامده جدا والله العظيم. وانا برضو مش بعمل الكلام ده كله عشان اطلع انا المثالي والجميل في كل حاجه، لا هو الموضوع كله ان في ناس بتبيع حاجات بيقولوا عليها اصليه وهي مش اصليه، فده حرام يا جدعان. تقول لا وتقول لا، في ناس شباب صغيره او ناس كبيره في السن بيبقوا عايزين يشتغلوا، وعايزين يشتغلوا ويعني يشوفوا حاجه تعمل لهم رزق، فانت ما تضحكش عليه، قول له انا ببيع كوبي او فيرست كوبي او زي ما بيقولوا ميرور. ميرور يعني مرايه من ايه؟ من الاصلي. دي مرايه اهي، دي مرايه اهي، من مرايه من الاصلي ده. المفروض المرايه دي بتعكس اللي ايه الحاجه اللي قدامها،
لكن داخليا انت داخليا ما بتجيبش التفاصيل. يعني كلمة ميرور محدش يفتكر ان هي ميرور، تفتكرش ان هو تبقى الاصل من الاصلي. لا، كلمة ميرور دي يعني تقليد من الاصلي. ايه المراية دي؟ ما بتعكسي الا اللي قدامها بس، لكن داخليا انت مستحيل تعرف ايه اللي جوه المراية. يعني انا بنادم واقف قدام مراية اهو، واقف بضحك ومبتسم جدا، بس جوه المراية دي انا نفسي من جوه انت متعرفش اذا كنت انا بضحك ولا ما بضحكش. انا بقول كلام كبير قوي، كلام تخين، بس انا اللي انا اقصده عشان ما حدش يتوه ان المراية ما بتعكس غير اللي قدامها بس، لكن داخليا التفاصيل مش التفاصيل. البني ادم من جوه غير من بره. الاوريجينال كله تفاصيل يا جدعان، وكله نظافة وكله نزاهة. اللي بيلبسوا الاوريجينال ناس معينين، واللي بيتاجروا فيه ناس معينين. الناس اللي بتتاجر في الاوريجينال هم بيحبوا الشيء ده، مرتبطين بيه. ناس كتيرة جدا اعرفهم صحابي بيشتغلوا الاوريجينال عشان هم بيحبوه، مش عشان هو فيه رزق. انا والله العظيم ممكن انا عندي مثلا في المحل الحمد لله حوالي اكتر من 200 حتة، 200 كاوتش، وممكن اعرض اكتر من كده الحمد لله، يعني بفضل الله. وانا مش بتباهى ولا بفتخر، انا كنت بادئ ب 25 قطعة والله العظيم في الشارع عن نصي كده، وعادي واحدة واحدة بدأت اتعرف شوية شوية وامسك فلوس واظبط واعمل. الحمد لله لحد ما خرجت من موضوع الكوبي خالص من 10 سنين وبعدت عنه، عشان الحاجة اللي انا بحب البسها. زي ما انا بحب البس بقيت بجيب حاجة، فلقيت ناس فعلا كتير جدا بنفس الاسلوب ده عايزين يلبسوا اصلي، ما بلبسوش غير اصلي. فهو الموضوع كله بسيط جدا، ان انت تكون بتتقي الله في بيعك. انا والله العظيم الاصلي بس ما ببيعش غير اصلي، هجيب جديد بالتيكت، والجديد اللي هيجي ده بالتيكت كله اصلي مليون في المية. بس كده كده يعني انا حبيت بس اخش شوية في موضوع الاصلي ومش الاصلي ده، عشان خاطر بس ايه الناس يعني ايه تبقى يعني عارفين التفاصيل وعارفين النظام وعارفين الكوبي بيتباع ايه والاصل بيتباع ايه. واللي عنده اي كلمة، اي حد شايف ان انا بقول كلام مش مظبوط في موضوع الاصلي ده، عادي اكتب لي رسالة قول لي لا انت بتقول كلام مش مظبوط، احنا فعلا اشترينا من مثلا من شخص معين وبيبيع اصلي وبيبيعه مثلا ب 450 جنيه، والتوكيل ده بيقول اي حاجة. التوكيل اللي انت دخلته ده مثلا بيشوف عندك الاسعار مثلا ب 4000 و5000، التوكيل ده بيحور ما بيقولش حقيقة، بيقول اي كلام في الموضوع بس. فده اللي انا كنت عايز اقوله، يا رب الناس تستفيد، ومش عايزين حد يزعل من حد، مش عايز حد من صحابي اللي شغالين في الاصل في الكوبي يزعل. انا والله العظيم ما بهاجمش حد، انا بقول يا جدعان خدوا بالكم من كلمة استوكات دي، عشان كلمة استوكات دي هم حطوها في حتة، حطوا كلمة استوكات في حتة دلوقتي خطيرة. كلمة استوك دي يعني الحاجات المنتشرة دلوقتي على النت اللي هي بتتباع ب 400 و350 جنيه، كلمة استوك بقت كده. لا، كلمة استوك يا جدعان يعني البواقي من اللي كان موجود في التوكيل. فاحنا مثلا لما بنجيب استوك، فاحنا بنجيب استوكات هي كانت موجودة في التوكيل، معروضة في التوكيل، وما بقاش في من مثلا من الموديل ده. يعني مثلا جزمة زي دي مثلا هي مش جديدة، هي مستعملة مش جديدة، بس لو انا جايبها ستوك فهي تبقى جديدة مليون في المية. ده معناه بقى ايه؟ ده معناه ان هي ما بقاش في منها الا قطعة واحدة بس في التوكيل، قطعتين، الوان مشكلة، مقاسات بيها على بعضها خلاص، هي ما بقاش في التوكيل الا حتة او حتتين من المقاس ده. فالتوكيل ما ينفعش يبيعها، لازم يبقى عنده المقاس كامل. فانت لو لقيت عند حد المقاسات كاملة اعرف على طول انه بيبيع كوبي مليون في المية. لو لقيت عند حد بيبيع مقاسات والوان وكل المقاس اللي انت عايزها برضو تعرف انه بيبيع كوبي. مستحيل، انت كده ايه فرقت يعني التوكيل؟ هو التوكيل لو جاي جزمة وبقى منها شوية فده بيطلع استوك. هو ده موضوع استوك. يا ريت بس موضوع استوك ده الناس ما تستخدموش كتير، بتاعت الكوبي يقولوا مثلا هاي كوبي، زي ما كان بيتقال زمان كنا بنقول هاي كوبي او فيرست كوبي. دلوقتي بقى في مسمى جديد، بقى في
فيرست بقى في مثلا كلمه ميرور وبقى في كلمه مش عارف استوكات اوريجينال، يعني بقى خلاص بقى اللي هو ما فيش حد ما حدش هيتكلم معاك وانا اقول اللي على مزاجي، والناس يا عيني هي اللي متضرره، يعني الناس هي الناس اللي بتشتري هي عيني هي اللي بتزعل. فوالله حرام يعني تقول لا يا جدعان في الناس اللي بيبيعوا لهم، والتجار التجار ما ينفعش تبيع لواحد وتقول له انا ببيع اصلي، حرام عليك يعني تقل في الكلام ده. انا مش فارق معايا حاجه خالص، انا ممكن احط بضاعتي في محلي واسوق بضاعتي كل شويه اعرض بضاعتي ولا يفرق معايا اي حد خالص. بس انا بشوف حاجات بصراحه تحزن، فحابب يعني احط لكم نقط كده عشان تاخدوا بالكم يعني. بس كده، سلام عليكم يا جدعان. واللي عنده اي كلمه عاوز يقولها انا تحت امره. اللي عنده اي كومنت عايز يقوله تحت العنوان بتاعنا، العنوان بتاعنا موجود تحت في الديسكريبشن، وصف الفيديو ده، وصف الفيديو موجود فيه العنوان بتاعنا وكل حاجه. فانت لو عايز تعرف العنوان كل حاجه هتلاقيها في الوصف تحت بتاع الفيديو. اي فيديو بنعمله بيبقى فيه وصف تحت مكتوب فيه رقم تليفوني والعنوان وكل حاجه بتخص اي حاجه عننا.